محمد يسأل يقول: ما حكم وضع الكشمش مع المرق والتمن؟ إذا واحد المرأة مثلا أو الرجل يخلي الكشمش في المطبوخات، يخلي وي المرق مثلا وي المحشي وي التمن يغلي بالنار يغلي، هل هذا طاهر لو لا؟ نعم طاهر، هذا الكشمش طاهر، وكذلك أيضا ما يتنجس هذا الكشمش ولا يحرم أيضا، فيجوز يعني هم طاهر ولا ينجس ولا يحرم كذلك أيضا، فيجوز وضع الكشمش في الطبيخ في المرق في التشريب في غيره من المأكولات حتى وان غلية في النار.